ولسه مكملين معاكم. احتفاليه عيد الهوم النهارده هتكون مختلفه، مختلفه بنجوم ذا فويس كيدز، نجوم ذا فويس كيدز اللي نوروني وشرفونا جدا ورفعوا اسم مصر بصوتهم الرائع. خلوني دلوقتي ارحب معاكم بهايدي ومينا. اهلا بيكم، اهلا، منوريني ومشرفيني ومبسوطه بيكم جدا. ميرسي. خليني في البداية أبدأ بتجربة ذا فويس كيدز، عشان طبعا الناس كلها كانت نفسها تعمل معاكم اللقاءات، والحمد لله أنا كنت مبسوطة إن ليا أول لقاء ليكم بعد تجربة ذا فويس كيدز. احكي لي يا هايدي عن تجربتك في ذا فويس كيدز وأثرت عليك إزاي؟ كانت جميلة جدا، ادتني ثقة في نفسي أكتر، ويعني بجد كانت جميلة جدا، والناس اللي شفناهم كانوا طيبين وحلوين، ويعني حسيتهم يعني قريبين جدا، يعني ان احنا كلنا تحسي نفس التفكير، وان احنا دايما بنقعد نغني مع بعض. عملتي اصحاب جداد، عملتي اسره جديده هناك. كنت طبعا مع الفنانه نانسي عجرم، وقولي لي ده خلاكي مبسوطه؟ نانسي الجميله الرقيقه، ازاي كنت مبسوطه وانت بتشوفيها بتتكلمي معاها بتتعاملي معاها؟ استفدتي منها ايه؟ كانت جميله جدا مع الاطفال وطيبه، يعني انا بجد يعني بحب نانسي، يعني نانسي طيوبه وفرفوشه كده، فيعني كانت تجربه جميله الصراحه. عايزه اقول لكل اللي بيشوفونا ان مينا منورنا النهارده من محافظه المنيا، مينا جاي لنا مخصوص من صعيد مصر مسافه كبيره جدا عشان يحتفل معانا بنجاحه وكمان يحتفل بعيد الام، مظبوط؟ منورني، وعايزه اسمعكم اكتر ما نتكلم. قول لي يا مينا، ايه الاغنيه اللي غنيتها خلت المدربين يلفوا لك ويبقوا كلهم مبسوطين بيك؟ هو انا غنيت اغنيه الناس المغرمين لمحمد عبد المطلب. طب يلا ممكن اسمع. حاضر. بتقولوا اتعد لمين وبتشكل ده وده، الناس المغرمين ما يعملوش كده. بتقولوا اتعيد لمين وبتشكل ده وده، الناس المغرمين ما يعملوش كده. دول مهما تألموا بيداروا يكتموا، ولا يوم يتكلموا، وشمتوا العيدة الناس المغرمين ما يعملوش كده. حلو قوي، ما شاء الله عليك. يلا يا هيدي هتسمعيني ايه؟ I surrender غنيتها في اول مرحلة. اتفضلي. There's so much light I have left to live, and this fire's burning still. I give up this fear within of what would happen if they ever knew I'm in love with you. 'Cause I'd surrender everything to feel the chance to live again. I reach to you, I know you can feel it too. I surrender. Every night getting longer, and this fire's getting stronger, baby. I swallow my pride and now be alive. Can't you hear my call? I surrender. Oh, I'd hold you in my arms and never let go. I surrender. برافو برافو، ما شاء الله عليكم. ايه الجمال ده؟ قول لي يا مينا، النهارده عيد الام، اكيد مامي يعني مختلفه، اكيد ليها دور مهم جدا في حياتك، اكيد دعمتك، اكيد كلهم الاسره كامله دعمتك، ولكن الام دايما بتبقى مختلفه. ماما كان ليها دور ايه في حياتك، واول ما عرفت انك جاي لك فرصه ذا فويس كيدز عملت ايه؟ هو في الاول خالص هي وبابا بعد ما اكتشفوا موهبتي وان انا صوته حلو، فهما الاثنين مع بعض كانوا
اللي هم بيدوسوا على نفسهم عشان ينموا لي موهبتي. بس اكيد دعم ماما طبعا كان بيفرق معايا، كانت بتشجعني في كل وقت. كانت يعني أنا اصلا بابا ممكن ما يكونش موجود في البيت على طول، فماما كان دورها اكبر اكيد، فكانت بتكون موجوده على طول تدعمني وبتشجعني، وانا يعني مش عارفه ارد لها الجميل ده ازاي. يا حبيبي ربنا يخليها لك. طب غني لها، ممكن تغني لها، هو مش هترد الجميل بس يعني نعمل حاجه. تقول لها ايه بقى؟ ست الحبايب يلا بينا. ست الحبايب يا حبيب، يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينه وكلك طيبه، يا ربي خليك يا امي، يا ربي خليك يا امي. يا ست الحبايب يا حبيبه، يا حبيبه وحبيبه، زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. انا موت سهري وتبات تفكري، انا موت سهري وتبات تفكري، وتصحي من الاذان وتيجي تشقري. يا ربي خليكي يا امي، يا ست الحبايب يا حبيبه ويا حبيبه حبيبه. يا رب يخليكي يا امي يا رب، ويخلي كل امهات مصر. وانت يا هايدي يا جميله يا رقيقه، تغني حاجه لماما ولا ممكن تسمعينا ايه؟ براحتك يعني، انت ليك حريه الاختيار. سمعينا اي حاجه انت حباها، لان انت صوتك ما شاء الله يعني. شوف 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 يا حبيبي شوف، طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف. شوف 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 يا حبيبي شوف، طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف. لا بدي تراضيني ولا بدي تحكيني، لا تصبحني ولا تمسيني، ولا تمسيني. انساني 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 انساني، اعمل معروف. الله الله عليك. لما بتغني وتخلصي هو بيقول الله، هو مبسوط. انتوا طبعا اي حد صوته حلو بيبقى عارف قوي قيمه اللي قصاده لما بيكون صوته حلو، صح كده؟ طب ممكن تختموا لي بايه؟ ممكن يا مينا تختمي لي بايه دلوقتي؟ حاجه كده تفرحنا بقى. النهارده النهارده يوم حلو، انا سعيده، فممكن تختمي لي بايه؟ هو ممكن انا كنت حافظه اغنيه كده كانت على موال لمحمد العزبي، انا عن نفسي بحبها شخصيا. اتفضل. ان شاء الله تبسطكم باذن الله يا حبيبي. احنا مبسوطين اصلا ان انت معانا. شكرا، ربنا يخليك. الناس معادن ومن اغلى المعادن تلاقي ناس، وناس كتير طيبين، وناس كتير مش ناس. الناس معادن ومن أغلى المعادن تلاقي ناس، وناس كتير كتير كتير، وناس كتير مش ناس. وناس لسانها تملي يجيب في سيرة الناس، سلمها لله ولا تندم، ده الراجل الحر ما يهمه كلام الناس. ليه يا بنفسج
بتبهج وانت ظهري حزين والعين تتابعك وطبعك محتشم مرزين ليه يا بنفسك بتبهج ليه يا بنفسك بتبهج وانت ظهري حزين. نورتوني وشرفتوني وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه ومامتك طيبه. كل سنه ومامتك طيبه وبخير. مش عايزين ننسى الهدايا. اتفقنا؟ مشاهدينا يا رب نكون النهارده قدرنا نبسطكم واستمتعتوا جدا بمواهب حقيقيه، موهب ذا فويس كيدز. لسه حلقتنا مكمله، محدش يروح في اي حته.